الوطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. والنبالي والفارس للعقارات. شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة. وبنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان. يا بتطير الحقها وما تطيرها، بحرك ما بدها تفكير. وانا فرصتي اجتني وهفتح حساب توفير، فرصة اربح 10 أضعاف رصيدي كل 10 أيام، او اربح ربع مليون وتتحقق كل الاحلام. ممكن اربح كل يوم 1000 دولار لما الفرصة تجيني، مع فرصتي من بنك الاستثمار الفلسطيني. انا لما ينزل الراتب بوفر وحسابي مضمون، ممكن أكون سعيد الحظ اللي هيربح ربع مليون. أنا فرصتي بتغير حياتي، فتحت حساب للولا ولادي، حكيت للحبايب وإخواتي ولأبوي وإمي وحماتي. حساب فرصتي ممكن يغير لحياتي وسنيني، حساب فرصتي من بنك الاستثمار الفلسطيني. افتح حساب توفير فرصتي إلك أو لأحد أفراد عائلتك، أو أودع بحسابك بقيمة 100 دولار أو ما يعادلها. لا تدخل السحب على الجوائز، يبدأ السحب على الجوائز خلال شهر 6 ويستمر حتى تاريخ 20/12/2023. حساب التوفير فرصتي ممكن يغير لك حياتك، خاضع لشروط الحملة. بنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان. أهلا بكم في نشرة وطن الاقتصادية، وفيها أهم أخبار الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. اليوم 4 ويوافق 20 من شهر أيلول للعام 2023. في الإعداد والتقديم معكم أنا رشا حسوني، والتحية للزملاء في غرفة التحكم خالد نجاس ومحمود معطان. تتابعون الآن على وطن أف أم على موجتنا العاملة على التردد 99.2 أف أم، وعبر تلفزيون وطن على التلفزيونات التفاعلية، وعبر البث المباشر على صفحة وطن على فيسبوك. نشرة وطن الاقتصادية تأتي برعاية شركة سند، سند استدامة، تطوير وبناء، وبرعاية شركة النبالي والفارس للعقارات وبنك الاستثمار الفلسطيني. إلى العناوين: لماذا ارتفع تسجيل الشركات في آب الماضي؟ وفي الورقة الثانية: سلطة النقد تصدر تعليمات للحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة. وفي الثالثة الأخيرة: انخفاض أسعار النفط مع ترقب الأسواق قرار الفائدة الأمريكية. إلى التفاصيل متابعينا الكرام، ارتفع مؤشر تسجيل الشركات بنسبة 44% خلال الشهر الماضي. هذا وارتفع مؤشر تسجيل المصانع بنسبة 55% خلال آب الماضي. خلال شهر آب الماضي متابعينا الكرام، صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على ترخيص 14 مصنعا جديدا بقيمة استثمارية بلغت قرابة 13 مليون دولار. تركزت هذه المصانع في محافظات أريحة والخليل والقدس وبيت لحم ورام الله والبيرة وسلفيت وطول كرم وقلقيلية ونابلس. أيضا تم تسجيل 288 شركة جديدة خلال شهر آب الماضي برأس مال يقدر ب 28 مليون دولار.
إذن هذه ارتفاعات ملحوظة عمليا على نسبة تسجيل الشركات خلال العام الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، أيضا مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي. لماذا ارتفع تسجيل الشركات في آب الماضي؟ تفاصيل حاضرة أكثر مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي، وينضم لنا الأستاذ طارق المصري مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني. أهلا بك أستاذ الفاضل، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك، حياك الله. لماذا إلى ما يرد هذا الارتفاع؟ وجاء الارتفاع طبعا بنسب ملحوظة سواء في تسجيل الشركات أو المصانع خلال آب الماضي. صحيح، أولا فيما يخص الشركات، هذه الزيادة كانت ناجمة عن نشرات وورش وندوات العمل والتوعية التي قامت بها الوزارة حول مزايا قانون الشركات، بالإضافة لأن المزايا التي وردت في قانون الشركات سهلت الإجراءات وبسطتها، فبالتالي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في تسجيل عدد الشركات لهذا الشهر، ومن المتوقع أن يزيد أكثر فأكثر في خلال الأشهر القادمة. تمام، هل لهذا الأمر أو لهذا السبب أيضا يرد الارتفاع بتسجيل المصانع؟ وهنا أيضا ارتفاع بنسبة ملحوظة بلغت يعني 55%، نحن نتحدث عن أكثر من النصف. هو بشكل عام وزارة الاقتصاد الوطني وضمن توجيهات مجلس الوزراء قامت بتبسيط الإجراءات وتسهيلها من أجل التسهيل للمستثمرين المحليين والأجانب، فبالتالي هاي الإجراءات أدت إلى زيادة في سواء كان تسجيل الشركات أو المصانع، بالإضافة لأن الوزارة باستمرار تعمل على تحديث إجراءاتها بما يسهل على المواطنين والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. نعم، أيضا أستاذ طارق إن أمكن، كيف تقرؤون القيمة الاستثمارية سواء للشركات المسجلة خلال الماضي أو المصانع أيضا المسجلة خلال الماضي مقارنة بالقيمة الاستثمارية وأثر ذلك أيضا على تشغيل الأيدي العاملة وعلى فرص العمل المتوقعة؟ هذا بالتأكيد أولا سيحسن الاستثمار في فلسطين، سيشغل رؤوس الأموال وأيضا يخلق فرص عمل جديدة، وهذا ما تسعى إليه الوزارة وهي تعمل باستمرار سواء كان على صعيد تبسيط الإجراءات وتسهيلها أو على صعيد القوانين والأنظمة التي تسهل عمل المستثمرين والمواطنين. فبالتالي يعني من المتوقع حاليا الوزارة تعمل على مجموعة قوانين من ضمنها قانون للإعصار وقوانين قانون للتجارة وقانون للوكلاء التجاريين، بالإضافة لبعض الأنظمة المرتبطة سواء كان في قانون الشركات أو في بعض الأنظمة التي تسهل عمل وتشجع الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال في فلسطين. نعم أستاذ طارق، ربما سؤالي الأخير لك الختامي هو يعني نحن أجرينا لقاء معك ضمن نشرة وطن الاقتصادية منذ حوالي عام، في حين قلت بأنه يعني هنالك سنوات طويلة من العمل كانت لإنجاز ولإخراج قانون الشركات إلى النور، بعد عام وأعتقد أنه يعني معلومتي دقيقة بأنه معمول به من حوالي عام، بعد عام بشكل يعني كيف ترون الصورة؟ كيف تقيمون وتقدرون الموقف بعد عام من العمل في قانون الشركات الجديد؟ هو من تقريبا عام ونصف ونحن مرتاحون جدا لهذه النتيجة، وهذا يترجم في عدد الشركات التي تسجل والتعديلات التي تطرأ عليها، بالإضافة لأن المواطن الفلسطيني والمستثمر الفلسطيني لمسوا هذه الإجراءات أو مزايا القانون أو الأنواع الجديدة التي ورد في القانون والأحكام التي تضمنها، فبالتالي هذا كله انعكس إيجابا. أنا بعتقد أنه إحنا اليوم بعد تقريبا عام ونصف من سريان القانون مرتاحين جدا لما وصلنا فيه من حيث عدد تسجيل الشركات ومن إجراءات قمنا بها، وأيضا نعمل من أجل الأفضل. نحن حاليا نعمل على نظام إلكتروني، سيكون تسجيل الشركات إلكترونيا من خلال بوابة إلكترونية ستكون لهذا الغرض، بالإضافة لأن التعديلات وأيضا الدفع الإلكتروني. الوزارة تعاقدت مع بعض
المؤسسات الدولية من أجل مساعدتنا من أجل إنجاز هذا المشروع اللي هو بالتأكيد وطني ويسهل الاستثمار ويحسن بيئة الأعمال وسيكون مردوده بشكل مباشر على المواطن الفلسطيني. نعم، أود أيضا أخيرا أستاذ طارق أن أستمع إلى تعليق منك بخصوص الآراء التي تقول وتتحدث عن أنه مثلا يجب النظر مليا بعدد الشركات المعلن عنه ضمن تقرير وزارة الاقتصاد الوطني، لأنه يجب أن يكون مدعوما بمراقبة، بمعنى أنه كل هذا العدد من الشركات هي عاملة، هي فاعلة. كيف تعلق على هذه الآراء؟ أولا نحترم كل الآراء بغض النظر سواء كانت الهدف منها إيجابي أو سلبي. هذه إحصائيات رسمية تصدر عن الوزارة من واقع سجلاتها، السجلات المثبتة لديها، فبالتالي هذه الشركات عندما يتم تأسيسها بالتأكيد ستعمل. لا أعتقد بأن هنالك أشخاص يقومون بتأسيس شركات من أجل عدم العمل فيها. لم نشاهد حالات، ربما بعض الشركات في السابق، ونحن في الأعوام الماضية شطبنا ما يقارب 5500 شركة، كان نتيجة جزء منها كان بناء على طلب أصحابها أو جزء آخر نتيجة عدم عملها أو عدم مراجعتنا لفترات طويلة من الزمن. حاليا لم يتم شطب أي شركة، بل على العكس بأن العدد يزداد في موضوع التسجيل، ليس فقط يزداد، ونلاحظ على أرض الواقع يعني حتى بعد ما يراجعون الشركات بعد تأسيسها بفترات زمنية نلاقي هناك التزام، سواء كان بفتح ملف ضريبي، بتغطية رأس المال، بفتح حساب بنكي. هذه كلها أمور تدل على أن هذه الشركات تعمل. تؤسس وتعمل. نعم، هو ربما كان يعني صراحة أنا يعني كنت بحب أسمع تعليق منك في السياق الإيجابي، لأنه الموضوع يعني يرتبط بشكل أو بآخر بالتنمية المستدامة وبالتنمية الاقتصادية وبخلق فرص عمل للكثير الكثير من المواطنين المتعطلين عن العمل. في هذا السياق يعني أحببنا أن نستمع إلى تعليق منك، وأشكرك على كل هذه التوضيحات الأستاذ طارق المصري، مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني. شكرا. إلى ورقتنا الثانية متابعينا الكرام، وفيها سلطة النقد تصدر تعليمات للحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة. أصدرت سلطة النقد اليوم تعليمات للمصارف وللصرافين تهدف إلى الحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة. ووفقا لسلطة النقد، تتضمن هذه التعليمات مطالبة البنوك والصرافين بتوفير ماكينات لعد وفحص العملات بالاعتماد على السمات والمواصفات الأمنية، وبالتالي تحديد العملات غير المطابقة للمواصفات والعملات المزورة أو المزيفة والكشف عنها. أيضا طالبت سلطة النقد بنشر هذه الماكينات في كل فروع المصارف ومحلات الصرافة، وتحديث هذه الماكينات باستمرار بما يمكنها من التعرف إلى العملات غير السليمة واكتشاف العملات المشتبه بتزويرها وتزييفها وتمييزها عن السليمة. أيضا متابعينا الكرام، في تفاصيل هذه الورقة شددت سلطة النقد على أن استخدام الجمهور للقنوات الإلكترونية وللخدمات المالية الإلكترونية يعتبر بديلا آمنا وأقل مخاطرة عن التعامل مع النقد الورقي، ويقلل أيضا خطر التعامل بالعملات المزورة والمزيفة. تسعى أيضا سلطة النقد ضمن استراتيجيتها المعتمدة بعنوان التحول الرقمي إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الحديثة في العمليات المالية والتجارية، وإلى أيضا خفض استخدام النقد الورقي. وفي هذا الإطار شارفت سلطة النقد على الانتهاء من تشغيل نظام عرض وسداد الفواتير ويحمل اسم
إي سداد الذي سيوفر للجمهور خدمة تسديد الفواتير من خلال الحسابات المصرفية والبطاقات بشكل آلي ومن خلال التطبيقات البنكية للمصارف المرخصة، وسيتم إطلاق النظام نظام إي سداد بشكل رسمي قبل نهاية العام الجاري. وربما أيضا من المهم الإشارة متابعينا الكرام إلى أن يعني تعليمات سلطة النقد يعني لا تأتي بالتزامن تماما، إنما تأتي بعد اكتشاف تزييف وتزوير الورقة النقدية من فئة 200 شيكل وانتشارها أيضا في الأسواق المحلية. هذه التعليمات تصدر عمليا عن سلطة النقد اليوم بعد 4 أيام تقريبا من كشف تزوير عملة الورقة 200 شيكل، الورقة من فئة 200 شيكل، وانتشرت في أسواق الضفة وتم تزييفها وتزويرها في الخارج، وفي أيضا في الضفة تم تزويرها في دول خارج البلاد، وأيضا تم تزييفها وتزويرها محليا داخليا، وانتشرت عمليا في الأسواق الفلسطينية. لهذا تصدر هذه التعليمات اليوم عن سلطة النقد الفلسطينية للحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة. إلى ورقتنا الثالثة وفيها انخفاض أسعار النفط مع ترقب الأسواق قرار الفائدة الأمريكية. تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة على الدولار الأمريكي. صباح اليوم تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.06% إلى $90.23 للبرميل الواحد، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي برنت بنسبة 0.92% إلى $93.47 للبرميل الواحد وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ. وتسود الأسواق حالة من الحذر والترقب لإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية للولايات المتحدة. أتوقف وإياكم متابعينا الكرام عند أسعار صرف العملات، كما جاءت عن بنك فلسطين لهذا النهار. نبدأ بالدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، سعر الشراء جاء بثلاثة شواقل وثمانين أجورة، سعر البيع جاء بثلاثة شواقل وإحدى وثمانين أجورة. إلى الدينار الأردني مقابل الشيكل الإسرائيلي، سعر الشراء جاء بخمسة شواقل وخمس وثلاثين أجورة، سعر البيع جاء بخمسة شواقل وثمان وثلاثين أجورة. إلى اليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي، سعر الشراء جاء بأربعة شواقل وست أجورات، سعر البيع جاء بفارق أجورة واحدة، جاء بأربعة شواقل وسبع أجورات.
ثم إلى الجنيه المصري مقابل الشيكل الإسرائيلي، كلاهما سعر الشراء كما سعر البيع جاء ب 12 أجورا. قبل الختام متابعينا الكرام، عودة وتذكير بعناوين نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار، وكان فيها: لماذا ارتفع تسجيل الشركات في آب الماضي؟ في الورقة الثانية، سلطة النقد تصدر تعليمات للحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة. وفي الثالثة الأخيرة، انخفاض أسعار النفط مع ترقب الأسواق قرار الفائدة الأمريكية. إلى هنا انتهت حلقتنا من نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار. أشكركم متابعينا الكرام على حسن المتابعة. لكم تحياتي أنا في الإعداد والتقديم رشا حسوني، والشكر موصول للزملاء في غرفة التحكم خالد نجاص ومحمود معطن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. والنبالي والفارس للعقارات. شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة. وبنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان.